أهلا بكم. تسمين العجول البقري والجاموسي. تسمين العجول البقري والجاموسي، هناك الكثير من الأسئلة، مثل متى أبدأ التسمين على العجل البقري أو الجاموسي، أيهما أفضل، التسمين عجول الأبقار أم تسمين عجول الجاموس، ما هو الموسم المناسب أو الشهر المناسب لشراء العجول الخاصة بالتسمين، ما هي نظم التسمين، هل التسمين على العليقة الجافة، هل التسمين على البرسيم، هل يجوز التسمين على البرسيم كعليقة رطبة. كلها أسئلة كثيرة كثيرة، تحتاج إلى كثير من الحديث وكثير من الحلقات، ولكن سوف نحاول تغطية كل هذه الأسئلة ومن خلال مجهود كافة المتخصصين في هذا المجال. فمثلا كتب المهندس علي على موقع المزرعة نت، على موقع المزرعة نت تحت عنوان تسمين العجول البقري والجاموسي: مواسم الشراء. من المعروف أنه كلما توفر العلف الأخضر والعلف المركز كلما ارتفع ثمن شراء العجول، وعلى العكس من ذلك، كلما قلت العليقة الخضراء والعلف المركز انخفض ثمن شراء العجل. وعلى ذلك فهناك ثلاثة مواسم لشراء العجول، هناك ثلاثة مواسم لشراء العجول. الموسم الأول قرب نهاية موسم البرسيم في شهر مايو، حيث يحرص المزارعين على التخلص من العجول، وبذلك يكثر العرض في الأسواق ويقل ثمن الشراء، وتعتبر العجول في هذا الموسم أفضل عجول التسمين، لأنها تستجيب للتسمين وتستمر مدة تسمين هذه العجول على المواد الجافة والعلف المركز 5 شهور. ليه؟ لأن احنا خلاص هو موسم البرسيم انتهى في نهاية مايو، فبالتالي هيكون مد التسمين على المواد الجافة وعلى العرف المركز لمدة 5 شهور، وتباع في شهر أكتوبر، يعني من مايو إلى أكتوبر. الموسم الثاني لشراء العجول بعد انتهاء موسم محاصيل العلف الأخضر الصيفية في سبتمبر وأكتوبر، في سبتمبر وأكتوبر، وتسمن هذه الحيوانات مدة 5 أشهر، وتباع في فبراير ومارس. الموسم الثالث وهو أقل المواسم ربحا، حيث يتم الشراء في فبراير بعد رعي برسيم التحريش وقبل أو قبيل زراعة القطن، وتكون العجول المشتراة قليلة العدد مرتفعة الثمن، ويتم البيع في شهر يونيو ويوليو. إذن هناك ثلاثة مواسم للشراء: الموسم الأول في نهاية موسم البرسيم من مايو، وتستمر دورة التسمين 5 شهور حتى أكتوبر. الموسم الثاني بعد نهاية الموسم محاصيل العلف الصيفية في سبتمبر وأكتوبر، وتستمر 5 شهور حتى تباع في فبراير ومارس. أما الموسم الثالث فبيكون الحيوانات أقل عرضا في الأسواق، أكثر ارتفاعا، أقل ربحية، وهي من فبراير وحتى يونيو ويوليو. نظم التسمين: ينقسم التسمين حسب الفترة التي يستغرقها العجل في المزرعة إلى تسمين سريع وتسمين بطيء. التسمين السريع يتم عند تسمين الحيوانات تامة النمو لمدة 3 إلى 4 شهور، وهو يتم مع الحيوانات المستغنى عنها والأبقار والجاموس المستغنى عنها من المزرعة. أما التسمين البطيء وهو يتم للعجول الصغيرة التي عمرها صغير، والتي تسمن حتى وزن 350 كيلو جرام للبقر و400 كيلو جرام للبقر الخليط والجاموس. إذا التسمين نوعين: تسمين سريع اللي هو من 3 ل 4 شهور، ودي بتبقى الحيوانات الكبيرة، الحيوانات المستغنى عنها من الأبقار والجاموس في المزرعة. أما التسمين البطيء اللي هو التسمين اللي أنا بجيب عجل صغير وأفضل أصل بيه إلى 350 كيلو للأبقار البلدية و400 كيلو للجاموس، الجاموس والأبقار الخليطة. ويعتمد التسمين السريع على الأعلاف المركزة، وممكن أن يكون على العلف الأخضر طوال العام، البرسيم شتاء والضراوة صيفا، أو على الأعلاف المركزة طوال العام، ويتبع عند ندرة العلف الأخضر. التسمين على البرسيم
يتم التسمين على البرسيم فقط وتباع بعد انتهاء موسم البرسيم، ويبدأ المربون عادة بعجول وزنها من 100 ل 150 كيلو جرام، ويكون معدل النمو لهذه العجول 600 جرام في اليوم أو 6 من 10 كيلو جرام في اليوم، وتكون حمولة الفدان حتى شهر مايو 4 ل 5 عجول، يعني الفدان هيسمن من 4 ل 5 عجول. وفي حالة عدم توفر البرسيم بدرجة كافية فيتم تسمين 10 عجول على الفدان مع استعمال التبن والعلف المركز، بحيث يتناول الحيوان 13 كيلو جرام برسيم و2 كيلو جرام علف مركز و1 كيلو جرام تبن، اللي هو ان احنا الخلطة العلفية او الحيوان بياكل قد ايه؟ 13 كيلو جرام برسيم، 2 كيلو جرام علف مركز، 1 كيلو جرام تبن. الطريقة دي بتخلي الفدان البرسيم يكفي تسمين 10 عجول طول فترة 5 شهور البرسيم. ويكون نظام التغذية كالتالي: 1 كيلو جرام علف مركز مع 500 جرام تبن صباحا، البرسيم ظهرا 1 كيلو جرام علف مركز مع 500 جرام تبن مساء. يعني هو بيقسم كمية العلف، ال 2 كيلو علف مركز، 1 كيلو علف صباحا و1 كيلو علف مركز مساء، 500 جرام او نص كيلو تبن صباحا و500 جرام تبن مساء. يعني ال 2 كيلو علف مركز وال1 كيلو تبن بيقسموا على ايه؟ الصباح والمساء، وفترة الظهيرة بيكون 13 كيلو جرام البرسيم. التسمين على البرسيم شتاء وعلى العليقة الجافة صيفا: تسمين العجول لمدة 6 شهور على عليقة البرسيم، ثم تنقل على عليقة جافة مركزة لمدة 5 شهور، وفي هذه الحالة يفضل عجول وزنها 150 كيلو جرام وعمرها سنة، وتسمن تبعا في العمر حتى سن سنتين، وتباع حتى سن السنتين. يعني بجيبها عمر سنة وبيعها عمر ايه؟ سنتين. ده يعني انا بتكلم على التسمين البطيء. التسمين على العليقة الجافة: فترة التسمين على العلاقة الجافة من 4 ل 5 شهور، ويكون وزن العجل من 200 إلى 220 كيلو جرام، وتتكون العليقة من العلف المركز والتبن، ويمكن مع هذا النوع من التسمين 2 إلى 3 مرات في السنة. يعني ممكن ان انا اعمل دورة التسمين ديت من 2 ل 3 مرات في السنة، على أساس إن أنا لو عملت الدورة 4 شهور في 3 يبقى ب 12 شهر في السنة كلها. حدود التسمين الاقتصادية: حدود التسمين الاقتصادية من 350 إلى 380 كيلو جرام للعجول البقري البلدي، 450 كيلو جرام للعجول البقري الأجنبية أي المستوردة، من 400 ل 450 كيلو جرام للعجول الجاموسي. حدود التسمين أي الحد الأقصى الذي عنده أتوقف عن تسمين العجل، لأن بعد ذلك سوف يكون الزيادة زيادة متناقصة وليست زيادة متزايدة، وبالتالي الحيوان كمان بيدخل في مرحلة تكوين الدهن وليس مرحلة تكوين اللحم الأحمر. حدود التسمين مرة أخرى: من 350 ل 380 كيلو جرام للعجول البقري البلدي، من 400 لغاية 450 كيلو جرام للعجول البقري الأجنبية، من 400 ل 450 كيلو جرام للجاموس للعجول الجاموسي. إذن الحديث الذي تحدثنا فيه الآن كان تسمين العجول البقري والجاموسي. تكلمنا عن مواسم الشراء: الموسم الأول والموسم الثاني والموسم الثالث. تكلمنا عن نظم التسمين: تسمين سريع وتسمين بطيء. تحدثنا عن التسمين على البرسيم، تحدثنا عن على التسمين على العليقة الجافة، تحدثنا على حدود التسمين الاقتصادية. ومن موقع الشبكة المعلوماتية للتنمية الزراعية المسمى عين زراعية نتحدث، وتحت عنوان نبذة عن تسمين العجول، وجدنا نفس الكلام ونفس المعلومات عن تسمين العجول البقري والجاموسي من حيث موسم الشراء ونظم التسمين وحدود التسمين الاقتصادية، ولكن وجدنا 13 نقطة رائعة، وهي الاعتبارات الواجب مراعاتها في تسمين العجول. الاعتبارات الواجب مراعاتها في تسمين العجول: النقطة الأولى تكون تكاليف إقامة الحظائر بسيطة تفي بالغرض مع
توافر المظلات لحماية الحيوانات من أشعة الشمس في الصيف، وتكون الاتجاهات من الشمال للجنوب في الحظائر المفتوحة، وتأوي المظلة الواحدة 50 عجلا في صفين متقابلين. ولا ينصح في مشروعات التسمين بإنشاء حظائر مرتفعة التكاليف، ولكن ينصح باستخدام المواد الرخيصة والمواد المتاحة في البيئة مثل عروق الأشجار أو كمرات الحديد المستعملة أو زوايا حديد. أما الأسقف فيفضل استخدام البوص أو فروع الأشجار أو السلك البقلاوة، يفرش عليه قش الأرز هذا، ويجب أن يكون ارتفاع المظلة لا يقل عن 4 أمتار ولا يزيد عن 5 أمتار. أما أحواض مياه الشرب فيمكن استخدام البراميل الصاج أو البلاستيك بعد شقها طولية. إذن خدنا فكرة سريعة وخاطفة عن حظائر تسمين الأبقار. قال لك الحظائر تكون بسيطة بتكاليف بسيطة، تكون بها مظلات، المظلة لا يقل ارتفاع عن 4 أمتار ولا يزيد ارتفاع عن 5 أمتار، أي ارتفاع المظلة ما بين 4 إلى 5 أمتار، بيكون اتجاه المظلة من الشمال للجنوب. بيقول كلما كان الحظائر بسيطة يكون هذا جيد جدا لمشروع التسمين ويقلل من التكاليف الاقتصادية. عند شراء العجول من الأسواق تراعى الدقة والخبرة في اختيارها، فتختار العجول عميقة البدن، الطويلة الجسم، العالية ذات أرجل قصيرة وأفخاذ ممتلئة، والتي تبدو عليها علامات الصحة والحيوية. فالحيوان الذي يتم تسمينه يتميز بأن يكون الجسم عميقا وعريضا ومندمجا ومالئا باللحم، وواسع وعميق في الأربعة الخلفية، وأن تكون قمة الكتف عالية مستديرة ومالئة باللحم، والرقبة قصيرة وغليظة، وعظام المؤخرة مدفونة في اللحم، والمسافة بين الأرجل الخلفية واسعة، وعضلة الفخذ تكون مالئة ومستديرة واللحم يملأها إلى ما يقرب من العرقوب. وكذلك نجد أن العقوة قمة الذيل عند المؤخرة، العقوة قمة الذيل عند المؤخرة يحيط بها الدهن. طبعا ده احنا اتكلمنا كده على مواصفات وشكل حيوان اللحم. حيوان اللحم له مواصفات خاصة كلها يعني بتشمل كل ما هو قصير، قصر الأرجل، قصر الرقبة، امتلاء الأربعة الخلفية، المسافة بين الأرجل الخلفية واسعة، عضلة الفخذ مستديرة ومليئة باللحم. 3. توفر الشروط الصحية بالحظائر، فتكون نظيفة وجافة مع رفع الروث أولا بأول، وتكون جيدة التهوية ومحدودة الضوء حتى يقل فيها الذباب، ويساعد على هدوء العجول وراحتها وعدم عصبيتها. طبعا المكان النظيف بيكون ريحته كويسة، ما بيكونش فيه ريحة أمونيا عالية، التهوية جيدة، الذباب قليل، وبالتالي بيكون الحيوان هادئ الطباع، واقف مرتاح، بياكل ويشرب، ويكون حالته العصبية هادئة. 4. يتم وزن الحيوانات كل أسبوع في الصباح الباكر قبل الشرب وتناول العليقة لمعرفة معدل النمو بالمعادلة التالية: معدل النمو يساوي الوزن الحالي بالكيلوغرام ناقص الوزن السابق بالكيلوغرام على عدد الأيام بين الوزنتين. ويتم التخلص من العجول بطيئة النمو إن لم يكن السبب مرضي. وعموما فإن كانت العجول المشتراة قد تم اختيارها بعناية، ففي غالب الأمر نجد أن نسبة العجول التي لا تستجيب للتسمين لا تتعدى 10%، ويتراوح معدل النمو في العجول المصرية من 7.1 إلى 1 كيلوغرام يوميا، أي من 700 إلى 1000 جرام يوميا، من 700 جرام إلى 1 كيلوغرام يوميا. 5. الحيوانات إما تترك في الحظائر الطليقة النظام السائد، أو تربط في المداود في حلقات المسافة بينها في حدود 1 متر النظام المربوط. إذن
هناك طريقتين، النظام السائب الحيوانات تكون طريقة في الحظائر، أو النظام المربوط ويكون بين كل حيوان والتاني 1 متر بين الحيوان والتاني في النظام المربوط، وذلك للحد من حركتها وضمان حصول كل رأس على عليقتها. وعموما فإن اتباع أي من الطريقتين متروك للظروف وإمكانية المربي، مع العلم بأن الجزار يلجأ للعجول السائبة ويدفع فيها ثمنا أكثر. 6، لابد من وجود عامل طبعا وكلاف أمين، يكون عامل أمين طبعا، دي شيء ضروري جدا. 7، تقسيم العليقة على مرتين يوميا مع توفر قوالب الملح المعدني أمام العجول لتلعق منها كما تشاء، وتوفر مياه الشرب أمام العجول، ويجب أن تكون أحواض المياه تحت مظلة مناسبة حتى لا تسخن المياه، مع مراعاة أن يكون شرب المياه بعد تناول العليقة بنصف ساعة على الأقل. ويعرض الماء مرتين شتاء و3 مرات صيفا، ويفضل ترك الماء متاحا حتى يساعد على عمليات الهضم والتنظيم الحراري، ويرفع من معدل الاستفادة الغذائية. 8، يجب عدم إعطاء مواد هرمونية لدافع النمو نظرا لضررها البالغ بالمستهلك، حتى إن معظم دول العالم حرمتها. 9، تخير الوقت المناسب للبيع والشراء. 10، يمكن خصي العجول وهي صغيرة من 1 إلى 4 شهور. وفوائد عملية الخصي كالتالي: زيادة معدل النمو لقلة حركة ونشاط العجول، بلوغ الوزن المطلوب مبكرا من 20 إلى 30 يوم، الحصول على لحم فائق الجودة، إمكان وضعها في نفس الحظيرة مع العجلات، سهولة تربية العجول لهدوء طباعها، وزيادة العائد من التسمين. النقطة رقم 11 التي يجب مراعاتها في عملية التسمين: يمكن وضع العجول في مجاميع متقاربة على أن تحسب علائقها على أساس متوسط الوزن للمجموعة اللي هو النظام السائب. 12، بمجرد وصول العجول المشترى للمزرعة يعهد بها أو للطبيب البيطري، تم تسليمها للطبيب البيطري أو الإتيان بالطبيب البيطري، وذلك لفحصها وعمل الآتي: الرش بالمبيدات المناسبة للتخلص من الطفيليات الخارجية كالقراض، إعطاء جرعة مضادة للديدان الأسطوانية والكبدية، الحقن للقضاء على طفيلات الدم المسببة للحمى المصرية وحمى تكساس، التحصين ضد الطاعون البقري والتسمم الدموي. النقطة رقم 13، يستحسن تطهير العجول بالفرشاة الخشنة والمشط الحديدي، لأن ذلك يساعد على إزالة الشعر الساقط والقشور، وينشط الدورة الدموية، ويجعل الحيوانات تألف الكلافين ولا تنزعج من ملامستهم لها. طبعا دي كانت نقاط سريعة خاطفة بخصوص ما يجب مراعاته أثناء فترة التسمين. وللتأكيد على المعلومات الخاصة بمسألة جدوى تسمين العجول، فقد نشر في ديسمبر 2011 على موقع المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية تحت عنوان دراسة جدوى تسمين العجول البقري على الأعلاف الجافة، المصدر وإعداد المهندس مصطفى حبيبة. استخدام الأعلاف الجافة في تسمين العجول يؤدي إلى الحصول على معدل نمو يومي مرتفع نسبيا عن التسمين على البرسيم، ويتم تسمين العجول على العليقة الجافة لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور. والعلائق الجافة المستخدمة تشمل الحبوب مثل الذرة والشعير وكسر القمح وكسر الأرز وكسر الفول وسن العدس والنخالة وكزب القطن، كزب أو كزب الكتان أو كزب السمسم أو كزب عباد الشمس أو كزب الفول السوداني، وأحسنهم كزب فول الصويا الأرجنتين. ويمكن استخدام دريس البرسيم أو قش أو القش أو التبن أو حطب الذرة في التغذية كمادة خشنة مالئة مع المواد المركزة الجافة. من الفقرة دي نستنتج إيه؟ كما هو معلوم، التغذية أو التسمين على الأعلاف الخشنة بيعطي معدل نمو أفضل وأسرع وأكثر نسبيا من التسمين على البرسيم. المدة التسمين على العلائق الجافة بتتراوح من 4 لـ6 شهور. العلائق الجافة جزئين، الجزء الخشن والجزء الحبوب.
الجزء الأعلاف الخشنة أو المالئة هي كدريس البرسيم والقش والتبن والحطب. أما الحبوب أو العليق المركزة بتتكون من الحبوب كالذرة والشعير والقمح والأرز والحبوب أو كسر القمح، كسر الأرز، كسر الفول، كسر العدس، النخالة، أو الأكساب كالقطن والكتان والسمس وعباد الشمس والفول السوداني. ونظام التغذية المتبع في هذه الحالة يكون كالتالي: ينصح باستخدام علف مركز مصنع طبقا للمواصفات القياسية المصرية لوزارة الزراعة المصرية 15% بروتين، وبيكون العلف ده معقم بالبخار. 2- التسمين لمدة 4 شهور، بيكون الوزن العجل في هذه الحالة من 250 إلى 300 كيلو، ويقدم للحيوان الواحد يوميا 5 كيلو جرام علف مركز زائد 3 كيلو جرام علف خشن في أول شهرين. تزيد الكمية 1 كيلو جرام للعلف المركز و1 كيلو جرام للعلف الخشن في الشهرين التاليين. يبقى إذن التسمين لمدة 4 شهور بتكون على عجول من 250 إلى 300 كيلو، بيقدم للعجل، بيقسم ال4 شهور شهرين الأولانيين والشهرين التانيين. الشهرين الأولانيين بنعطي للعجل 5 كيلو جرام علف مركز زائد 3 كيلو جرام علف خشن، الشهرين التانيين بيكونوا 6 كيلو جرام علف مركز و4 كيلو جرام علف خشن. 3- التسمين لمدة 5 أشهر، ووزن العجل في هذه الحالة من 200 ل 250 كيلو جرام، ويغذى الحيوان على العلاقة التالية: الشهر الأول من الخمسة، الشهر الأول 4 كيلو جرام علف مركز زائد 2 كيلو جرام علف خشن، الشهر الثاني والثالث بيكون 5 كيلو جرام علف مركز زائد 3 كيلو جرام علف خشن، الشهر الرابع والخامس بيكون 6 كيلو جرام علف مركز زائد 4 كيلو جرام علف خشن. أي الخمسة شهور بتقسم إلى 3 مراحل: الشهر الأول 4 مركز و2 خشن، الشهر الثاني والثالث 5 مركز و3 خشن، الشهر الرابع والخامس 6 مركز و4 خشن. 4- التسمين لمدة 6 أشهر، وزن العجول أقل من 200 كيلو جرام، ويغذى العجلة كالتالي: الشهر الأول والثاني 4 كيلو جرام علف مركز و2 كيلو جرام علف خشن، الشهر الثالث والرابع 5 كيلو جرام علف مركز و3 كيلو جرام علف خشن، الشهر الخامس والسادس 6 كيلو جرام علف مركز و4 كيلو علف خشن. إذن التسمين لمدة 6 شهور بيكون وزن العجول أقل من 200 كيلو جرام، بتقسم إلى 3 مراحل أيضا: الشهر الأول والثاني، الشهر الثالث والرابع، الشهر الخامس والسادس. الشهر الأول الثاني 4 مركز و2 خشن، الشهر الثالث والرابع 5 مركز و3 خشن، الشهر الخامس والسادس 6 مركز و4 خشن. ويراعى في جميع الحالات السابقة تقديم 5 كيلو جرام برسيم أو 1 كيلو جرام دريس، كما يراعى تقديم العلائق على مرتين يوميا صباحا ومساء. يعني ايه؟ بالاضافة للعلف الخشن ده بيقدم يا 1 كيلو جرام دريس في اليوم يا 5 كيلو جرام برسيم، ده في حالة التسمين على البرسيم. المادة العلمية طبقا للمهندس مصطفى حبيبة خبير التغذية وانتاج الحيوان والدواجن بكلية الزراعة جامعة اسكندرية وكبرى المزارع المصرية، والموضوع قد نشر في ديسمبر 2011 على موقع المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية دراسة جدوى تسمين العجول البقري على الأعلاف الجافة. إلى هنا نكون قد عرضنا لثلاث موضوعات منفصلة متصلة تؤكد على بعضها البعض، وحاولنا في كل موضوع تغطية جانب من جوانب الأسئلة الكثيرة التي ترد في موضوع تسمين العجول، سواء العجول البقري أو العجول الجاموسي. وما زال للحديث بقية. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.